تعال تعال، انا نظره عملت نظره عرفت شو المشكله. ايوه الله يا ابو احمد، شو تسوي لنا ابو خليل؟ زبط كل شيء موجود. هذا مثل الثوج محملين هال هذا. صاروخ التشغيل يا الربع. ابشركم حصلته صاحبي اخيرا. هذا هو، تاخرت عنه. طبعا سيارتين احنا طالعين، سياره الاردنيه وسيارتي. طبعا وقفت انا مرتين فتاخرت. هذا الحين صادفناه الحمد لله. والله يا ربع اني ما لقيت تفسير حق الرعاة، يعني كل هالاراضي الشاسعة ما كفت، جايين ترعيوا غنمكم هنا بين الطريقين، ولا عارضين البيئة، ما ادري وش الوضع. اللي عنده معلومة او فكرة عن السالفة هذه ليش يرعيوا هنا ما يبلغنا. يعني كل هالاراضي الشاسعة ما كفت هنا احلى. عجيب. وكثير ها مو هذا، كثير مريت على الرعيان بين الطريقين. يقول لك ريف دمشق يرحب بكم. يلا حيهم يلا حيهم يلا حيهم. الوردات محافظة ريف دمشق. هذه بداية دمشق. ما ادري صاحبي ليش يزمر كل شويه وزمر، شو السبب ما ادري، ولا مركب زمور جديد. صح النايس بينه مشق مطار حمص. شرط المرور. سبينا. كل شوية زمر. يبيعوا ديزل يمكن حق الصوبة او حق السيارات، ولا بترول ده ما ادري، يا بترول يا ديزل. الكوفي عند القهوة. طيب الصراحة من هني شوف الجماعة ذولا واقفين وذولا يطوف، ولا وش الوضع؟ بسم الله. ما ادري حل من الاولوية، مشي بس. هذول المنتجات المحلية
البطاطا، البندورة، الجزر، حمضيات، بصل. ما شاء الله الدراجة أربعة راكبين فيها. علينا راكب ورا برد. وش هذا يسوي مشويات؟ والله اني جوعان يا الربع، جوعان. الشباب سووا السلام، سووا الغداء والشريب. طف طف، سووا الغداء وسحبونا برا، ما مدانا نتغدى، عشان كذا ما تغديت. والله جوعان، بس في احد مطعم يضبط مشويات جديده يبص عند المنفذ، اخر سيارات نطلع نضبط لنا شيء طيب، ناكل لنا شيء حلو. هذا نفق مشاه، ما شاء الله، ما طلع للحبيب معه، شرب شاي. طبعا لا شاير ما شغالت، لأنه ما شيء أصلا شو اسمه، ما شيء كهرباء، عشان كذا ما شغالي. هذا نهر عيشة ولا لا؟ هذا نهر عيشة. دراجة ثلاثة إطارات، ثلاثة ورا أساس ما يطيح. أي سلامات، الله يسامحك. هذا الختيار بيطوف، بسم الله. طبعا هذا الجسر نطلعون ناخذ يسار، نستلم طريق لبنان. بسم الله، يسار وحمص يمين. المزة والزبداني ولبنان يسار.
لا توقف اشوفك ضربت بريك. بس طلعنا كذا وودينا الطريق. اي والله والله صار لازم نشغل شوية بيتات. لازي اها احيدك سيارة طويلة انا ارفسك عشان سلامتك لازي مو من شان شي عشان سلامتك يا غالي. ان شاء الله ذا السيكل كم شال؟ 4 سلندر ولا 5 سلندرات غاز؟ سلندرات غاز والله كفو عليه. الغاز وزنه كم؟ 50 كيلو يمكن. يا رب يا الله يتجبس. دارية المزة لبنان. بسم الله ما ادري اذا واضحات المباني اللي هناك ما شاء الله. الله المستعان حسبي الله ونعم الوكيل. هذول يبيع خبز يوقف في الشارع عادي يشيل خبز. هذاك بيهرب منه كان بهرفسه انا. الله المستعان لا حول ولا قوة الا بالله. قريب يباع خبز على الطريق يعني. شو السر؟ على اساس المخابز يبيعهم. والله شيء غريب سبحان الله. ما شاء الله قنيطرة قصر الشعب. يمين والله في سيارات دي من لبنان صدروا. شوف ناقلات ما شاء الله شغالة الناقلات. طبعا هنا عاد كلها طلوع نزول طلوع نزول من حانيات بين الجبال لا نوصل لحدود.
طبعا كثير من هالقلابات موجودة هنا. طبعا صاحبي ما انا محمل وزن زيادة 37 طن ف يعني ما يقدر يمشي، فانا يعني ما شلنا ما تجاوزته على الراحة. هذا عاد دراجات مشكلة، شوف يجوك من هنا ما تحيدهم. شوف الله يسامحك، ماشيين 30 40 30 20 على حسب. طبعا نزول هذا بس ما يبين في الكاميرا، هناك مباني ذاك السوق كله مباني ما شاء الله. طبعا هذول محلات عسل ومربى، ما ادري واضحين ولا لا، منتجات محلية باعتباره اكثر من محل. مربى وذا وديزل بعد عسل بلدي زيتون موجود طول الطريق هنا. يا هلا وميت وردة، يلا ربع بشركم وصلنا والله الحمد. الساعة 8 الحين وصلنا إلى منفذ جديد تيابوس مسالات. الحرارة ما وايد هنا 18 بس كانت قبل 14. في الطريق وصلت 14، هنا الظهر أدفى شوي. يلا الحمد لله سهلت المسافة، مسافة يا طويلين الأعمار 3138 كيلو إلى جديدة يابوس اللي هو السوري باتجاه لبنان. طبعا خلاص اليوم سكر وبنبيت، وبكرة الصباح نخلص إجراءاتنا من منفذ جديدة يابوس وندخل على منفذ المصنع اللبناني. الأمور طيبات بإذن الله. الله يا أبو أحمد شو تسوي لنا؟ مولع نار. بتولع نار؟ حق الدفا؟ جايب حطب؟ حطب واجد. والله كفو كفو يا الذين. بنولع حطب هنا يا ربع للدفا، والله برد برد. حطه فوق. في حطب كثير موجود. ان شاء الله كفو عليك كفو عليك. زين زين. ضروري حق الدفع. ديزل ولا بترول؟ ديزل ديزل. ايوه. يلا بسم الله. ايش طبعا مع الدفا هذا صار فقرة دلع كرشك. شو بتضبط لنا؟ نسوي طاسة عدس. بيض الله وجهك. على لحمة خروف. سلام. مضبوط حق البرد هذا ها؟ الله يسعدك. ما شاء الله. والله برد. يا اخي يا اخي غريب ها؟ التوك توك بيشتغل هسه ولا ما بيشتغلش؟ ما بعرف. شغال اتوقع. يا اخي معنا بالعداد مبين 18 الحرارة بس ما اتوقع 18. بالسيارة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هلا بالحجي يعطيك العافية الله يسعدك. حجي بدنا كبيلة شوي. شو
شو ابو احمد بتقطع الخبز شو تسموها هذه شربة عادية يعني ولا؟ هذا اسمه عفت خبز. أيوة. بتحط الخبز تحت بعد كده بتحط الشوربة فوقه. الشوربة فوقها. السلام عليك. مع بصل. أيوة. تطلع غير شكل. الله. الله يسلم هاليدين. هذه فعاليات المساء مع الشباب. وجهزت شربة من يدين أبو أحمد. هلا عطيهم لأبو عمر. لا العطل حكي بس ما طب ما كان يدق اللي بيقول لي يعني معقولة بدناش نحن نفوت بخطام بهالشغلة. رجع حكي من نجا أقل من خمس دقايق. إيه خلص يلا ماشي. مشت. أكيد أكيد. أكيد خلاص ماشي 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 ماشي. الله يسلم هاليدين يا أبو أحمد. صحة هذا احنا نسميه ثريد كذا ثريد. بساس شم الريحة واجوا. الو يلا حولوا جاي. يلا بسم الله. يا صباح الورد يا الربع كيف اصبحتوا كيف اموركم يعطيكم العافية. صباح عليكم من جديدة يابوس قريبة من حدود اللبنانية. والله الاجواء باردة. درجة حرارة وصلت 6 ابو احمد. درجة الحرارة؟ ايه. بيها صفر. والله. صفر او واحد. لا يا رجل. والله انا بين معي 6 في السياره بس اتوقع انه اكثر صفر او 1 درجه الحراره. والله برد يا الربع برد ما في مزح زمان ما دخلنا. وبعد من الصباح دفى وشاي وذا طبعا يا الربع بس تضعف النار نحط لها زيت محروق ترد تشتغل مره ثانيه. ما في الا كذا بس يلا ترتفع في جيني هاي. يا سلام يا حالات الدفء. ابو احمد بيرجع سيارته عشان تغسل في التراكتور او الهياسر كما نسميها جرى خزان وراها وشغالين مغسلة مغسلة سيارات وتنقلة شيء جميل. وقت الغسيل سلام. طبعا رخيص الغسيل هنا يتغسل سيارة ما يقارب ريالين ونص عماني يعني 25 ريال سعودي يعني معانا بعض المغاسل تغسل لك ب 20 ريال عماني 200 ريال سعودي وإذا الرأس بس بعض الدراجات او المغاسل يعني 8 ريال بعضها 6 ريال امامي 60 ريال سعودي فانا بلاش اعتبر غسيل. وش رايكم ما يباله علاج غسيل نشوف اذا شي وقت ما غسله. السلام عليكم يا صباح الورد شو اخبارك كيف اصبحت الله يسعدك. هذه بالمازوت شغاله ها نفس المكاين الاوليه المقول. السلام عليك صراحه شيء ما شيء بعد ثاني المقول الثاني موجود بعد. سلام ما
شاء الله. والله ذكرتنا بأيام المزارع. بسم الله. ظاهر بردانة. برد برد برد. كيف ابو احمد؟ يا ربع صار لي يمكن سنة ونص أو سنتين ما جيت. هذا الذيب ما شاء الله يوميا مئات سيارات يمرن عليه، يقول لي من زمان ما جيت. كنت أبغى أشوف ذاكرته. شو آخر مرة كنت محمل أنا؟ عارف. يا رجال. زبطت طلعت رقم الشاسية تبعك. متأكد؟ ما شاء الله عليك، الله يحفظك، والله كفو عليك. يعني نادر تحصل ناس تتذكر بالطريقة هذه، خاصة الرجال يعني يوميا مئات سيارات يمر عليه. والله كفو عليك، حبيب القلب. الله يسعدك. طبعا الصوبيا ما شغاله معانا، فجبنا الميكانيك ابراهيم يضبط الصوبيا، ما ادري شو مشكلتها. قال لا ما خبره، قال سر المهنه. يا ابو خليل شو المشكله بخزان المازوت؟ ما يسحب مازوت ولا شو؟ اي اي بقدر اشوف لك هذا سر المهنه. اشوف شو المشكله. ايه تعال انا نظره، عملت نظره عرفت شو المشكله. ايوه هذا فلتان بدك تركبه تنفسها ليصل المازوت لفوق. ايوه بعد كذا بتكون شغاله. حلو باذن الله. يلا يعطيك العافيه. ورشة ميكانيك متنقلة حبيبي، ما في مزح هنا. والله برد بلا صوبيا ما يسوى. الفجر اضطريت اشغل السيارة، شغل دفاية مال مكي مال تكييف. قالوا لي شو المشكلة؟ عشان سريع هوي. سر المهنة ابو خليل ها؟ كيف عبرنا بالمهنة؟ الله يسامحك. اعطينا حياتنا من عند المهنه. بدك تاخذها بلاش ها؟ شو قلت؟ شو هاي؟ حق النرويج، قد ايش هالسيف؟ ارفع الكابين.
ولك نايما نايما حمام الهنا نايما حمام الهنا طبعا الجميل في المنافذ هنا كل شيء موجود، تبقى كهربائي، تبقى ميكانيك، تبقى مغسلة، تبقى تبع المكسرات، تبع الماي، تبع هذا ذيب شغال ميكانيكي، احلى ميكانيكي في جديدة يا ابو جديدة هو هذا وعبد الله احلى اردن اي والله ضبط سيارتك وانت تنتظر انهاء الاجراءات الجمركية، في احلى من كذا؟ ابو خليل زبط طبعا كل شيء موجود، هذا مثل الثوج محملينها الدراجة حبيبي شو اسمك؟ اسمي سالم يا سيد سالم بدك كبسة بلاستيك بتجي ايه يبالك ليب هنا عشان سيمسيك ما يضيع اشوف ما في خلي يربط لك يا رب برباط بلاستيك ايه قال له كده توثيق للرحلة ابو خليل عشت الحين بنحط له مؤقت بس كذا عشت جاء مساحة زيتات منين طيب ابشركم اشتغلت صوبيا بس والله انها مزعجة فيها عويان عذبته والله مسكين لان الديزل ما فيها لين يوصل الديزل فشغلانة يلا الحمد لله سهلات سمعوا ذي العويان عويان بشوف اذا بيصلحها وابشركم بالله الحمد طلعنا من المنفذ السوري منفذ جديدة يابوس والحين الى لبنان شوفوا الثلج فوق هناك مبين الثلج ما شاء الله الحين الساعة 12 الحرارة 14 طبعا طريقنا كله نزول بين الجبال ومنحنيات تظهر اول منطقة اللي هي المصنع ما ادري اذا مبين هناك ما شاء الله وذي الزبالة شابه هنا عجيب طبعاً أمامنا هناك منفذ المصنع قريب والله يا ربع الحاصل إن هذه حنية قوية أنا المفروض كنت جيت مع سيارات صغيرة يمكن ولا بيجي
هنا قوية لأنه مدخل صعب هنا حق السيارات الطويلة. يعيننا الله ما شاء الله تجي. بسم الله. قول يا رب. يا الله بسم الله. أبدي الحمد لله الأمور سهلات. أوكي. مركز المصنع الحدودي يرحب بكم. لبنان ها؟ ولك أبو رضوان ولك شو محلو؟ السلام عليكم حبيب القلب. شو اخبارك؟ كيف امورك؟ شو هيدا؟ ولك اشتقنا لك يا رجل. شو حليان؟ هات الملكيه. صاير شباب؟ هات الملكيه. ما بدي انزل. منفذ المصنع يرحب بكم. ليكو هالسياره شو ما احلاها لكم. ما ادري هذه موديلها 80 82 يا ما قبل بعد. ما ادري وين اوقف انا. اشوف الناقلات واذا هنا موقفين. وش الراي؟ اوقف مع ذا اللوبت ولا اروح قدام؟ ما ادري. بس والله في سيارة هنا مال صاحبي. خلنا نشوف. ظهر السفايف حراتنا. صار وقت تنزيل السيارة يا الربع. شوف اللي بالله من الجهة هذه. شوف اللي هناك لأنه المكان ضيق هنا. شوف اللي من هنا ومن هنا. بس من قدام تعال من قدام. يا رب. صار وقت تشغيل يا الربع. حسبي الله عليه. بسم الله. ايوه هلا انت بس اعطي شوي لهان. ايه مشين هنيك. ايوه بالعكس بين فكشن وفين يعني لقدام شوي. لا مش دون ما تقرب. ايه بس سكي يعني ايه شعر زنيبي بس مشين تجل اسمعك ورا. ايه ايوه انا ايه توقتو. لا مش مكان كنت مكان لما شوي زي ايوه انا ترين بعد شوي زي ايوه عالي كتير هدي لا تطلع لك هاي أصعب مرحلة يا الربع. ها؟ خلاص؟ حاسس إن رايحة من هناك زيادة أنا.
هي اصعب مرحله. على الشارع. ايه ما في مجال، ما في ليش انا يعني يمكن 2 سم منه 2 سم منه، ما في مجال اقل حتى. عشان كذا انا اقول لكم اصعب مرحله هذه، يعني نزلنا معدات، نزلنا سيارات بالهبل، بس هذا جاي عريض وما في مجال، عشان كذا انا خايف. يلا خلاص وين اوقفها؟ برضه نزل فيها لتحت. ايه طيب البارك، والله اني نسيت الكبسه المفروض على البيت. اي هذا هذا، لا هذا اي هذا هذا اشتغلت هذا البي، لا انت طفيته خلاص. شيل اجرك ما بقى. اي خلاص بي. هذا المفتاح، في مفتاح داخل ايضا بجيب لك. يا المفتاح معك؟ مفتاح معك؟ اي في صندوق حق المفاتيح، ولا هنا حطيناه؟ اتوقع انه هنا حطيناه. بس دقيقه لا اصور، اصور بالموبايل اوثق. تم تسليم اللامبرغيني الى مكتب العجمي، والسياره مثل ما استلمنا سلمنا السياره بكامل سلامتها، ما فيها اي خدوش ولا قشوط ولا لحقات ولا خشتشات ولا ناقص منها برغي، مثل ما استلمنا سلمنا سيارة. طبعا سيارة يا الربع هذه غالية جدا غالية، فحقيقة كلمة شكر وتقدير للحبيب والصديق الشيخ صاحب السيارة على ثقته في الناقل العماني وثقته في ابن الباطنه. بيض الله وجهك وجزاك الله خير، وهذا يعني امانه كانت في رقبته. حقيقه يشهد الله اني اول مره احمل حمل واحس انه حاط على راسي من كثر الهم اللي شايله، لان في العاده حملنا معدات حملنا سيارات ما ناكل هم، الامور تمام، بس هذا لانها غاليه يا ربع. البنفر مالها، البنفر بس كربون فايبر، يجيب علال جديد، يجيب سياره شاحنه مثل علال من الوكاله زيرو، فعشان كذا حقيقة كنت أكل هم والله. بس الحمد لله وصلت السيارة وبسلامة وسلمناها الجماعة والأمور سهلات بإذن الله. الجدول ويش؟ خلكم متابعين. إلى الحلاق، طلعنا مع العم إلى الحلاق بإذن الله تعالى، ضبط أمورنا شوي على أساس يطلع وجوهنا. هلا هلا. بعد ساعة يسكروا ها؟ بعد ساعة. يلا ان شاء الله يمدينا نحلق ونجي. هذا المصنع صار وقت الغداء، الغداء مندي طبعا سريع سريع قبل لا تسكر بوابة. طبعا البوابة تسكر الساعة 4، باقي لي 25 دقيقة. إذا ما مداني لازم أبيت في الفندق، طبعا الفندق مشكلة مأساوي. طبعا حاليا عندي خيارين، إما إني أبيت في الفندق ولا أروح سيارة، لكن الفنادق وضعهم مزري مرة. هذا واحد من الفنادق، فالوضع صعب، زي الكهرباء ما في، يعني كهرباء خلال شهرين جات يمكن ساعتين بس، تخيلوا معانا كل على المواطير، وفي الاغلب يبندوهن. يعني صح الفندق سعره يعني رخيص مره رخيص، بس ما مجدي بالنسبه لي، يعني انا في سيارتي ابركلي، يعني ما في خدمات، لا كهرباء لا ماي ساخن لا فرش نظيف، فلا ابركلي ارجع السياره و انا في سيارة. الاشكالية انه خلاص من الساعة 4 تسكر بوابة، ما فيك تطلع الا ثاني يوم الصباح الساعة 7 و 8 زايد مشكلة دورات مياه، ما في دورات مياه في المركز، ما في، فدبر راسك يعني. بس يظل افضل اشوفه، فببيت بكرة الصباح يمر علي واحد من ربع، ناخذ جولة في لبنان بإذن الله تعالى بعدة أيام. خلكم متابعين.
وفتحها في الفنية ما تحصلها في مكان. مرسيدس ثلاثة أبواب. يا سلام، هذا ما في مكان تحصلهم. طبعا النظامي يسكر البوابة هني تقريبا الساعة 5 4:30 5، وقال لي تعال على 4، قلنا له تمام، 4 إلا 5 كنت معهم ما موجودين، فاضطريت أخذ لي لفة طويلة برمة على بال ما أوصل هنا. الحمد لله تسهلت الأمور. الحين دورت طبعا كفول تحت، باغي أقفل في صناديق عدة معي والمطبخ، بس ما حصلت. هنا أمان بشكل عام، ولكن احتياطا باني بترك السيارة، فما حصلت. والله لفيت محلات اللي هنا قالوا لي ما في إلا تنزل تحت بعد ما أدري كيلو، ما عندي وقت. فالحين شوف اللي بيصير، بنقل السيارة، طبعا السيارة حاطنها بعيد، بنقل السيارة هناك وحتى قريب من البوابة حيث تكون مكان آمن وأفضل. يلا عين الله. وزايد أنه في واحد سائق مصري جزاه الله خير قال لي خلاص أنت جيبها هنا وما في مشكلة، لأن لما ما حصلت قلت بشوف، بتشوف مع السائقين، بشوف مع السائقين إذا في قفول موجودة، ولكن للأسف ما حصلت. قال لي ما في إلا واحد، قلت له واحد ما يخدمني أنا، بقل شيء اثنين، لكن قال لي عادي ما مشكلة، جيب سيارة هنا و يعني بيحط بال عليها. الحين راح اجيب سيارة بإذن الله. انا هناك سيارة بوقفها كذا على الجدار قدام قريب من البوابة بحيث انها تكون امان افضل، على ما تكون هناك بعيد شوي، بعيد عن السيارات. خلف السيارة الخضراء بوقفها. صباح الخير يا ربع. والله أنا شبعت نوم من المغرب يا رجل، نايم الساعة 8 9. استفدت صراحة استفادة عظمى وكبيرة من تصليح الصوبيا، يعني الأجواء داخل الكابين 20 22، برا يمكن 0، والله يمكن 0 هرد، بس عاد مزعجة. سمعون مزعج، ظاهر أني بصلحها أنا وراجع من ارجع لحدود الجديدة، بصلح فيه في ميكانيكية ما ادري فيها مشكلة الظهر، بس افضل من ان اشغل السيارة واشغل المكيف اكيد. يلا الحمد لله.